طلابي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم مع محاضرات علم النفس العام. سنتحدث اليوم عن موضوع الذكاء، وبالمناسبة أنا سأختار لكم يعني بعض الفقرات المهمة اللي إحنا لازم نركز عليها، يعني مش شرط إنه ناخذ كل المادة، لا، حتى في الموضوع نفسه. حنتكلم عن الذكاء ونعرف مفهوم الذكاء. الذكاء هو عبارة عن القدرة على اتخاذ القرارات الأكثر فعالية وتنفيذها بسهولة دون مواجهة عقبات. يعني الإنسان الذكي يتخذ القرارات بفعالية وبسهولة دون أن يواجه عقبات. اختلف علماء النفس في تعريف الذكاء، يعني هذا ممكن يتعرض فيه صح وغلط، ويمكن تصنيف التعريفات التي وضعوها إلى 5 أنواع. تعريفات تؤكد على تكيف الفرد مع الظروف التي يعيش فيها، ومنها تعريف شتيرن بأنه القدرة على التكيف العقلي مع الحياة وظروفها الجديدة. يعني الإنسان الذكي هو الذي يستطيع أن يتكيف مع الحياة. تعريفات تؤكد على القدرة على التعلم، ومنها تعريف جودرو بأنه القدرة على الاستفادة من الخبرة السابقة في حل المشكلات الجديدة. كذلك تعريفات تؤكد على القدرة على التفكير، ومنها تعريف ترومان بأنه القدرة على التفكير المجرد. تعريفات أكثر شمولا وتجمع مجموعة من الوظائف العقلية التي يتسم بها السلوك الذكي، ومنها تعريف وكسلر بأنه القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف الهادف والتفكير المنطقي والتعامل المجدي مع البيئة. وكذلك التعريف ستودارد الذي قال أن الذكاء هو القدرة على القيام بأوجه من النشاط تتميز بما يأتي: الصعوبة والتعقد أو التعقيد، التجربة، الاقتصاد، الاندفاع نحو هدف، القيمة الاجتماعية، وظهور الابتكارات والاحتفاظات. الآن نأتي إلى أن نقول، لكن لماذا هذا الاختلاف حول تعريف الذكاء؟ يعني ليش اختلف الناس حول أو العلماء حول تعريف الذكاء؟ إن الذكاء ليس شيئا ماديا محسوسا. يعني لو قلنا في الامتحان صح وغلط يعتبر الذكاء ماديا محسوسا، بنقول لا، الذكاء ليس شيئا ماديا، يعني هو شيء يعني لا نحس به بشكل، ولكن نرى نتائجه على الأرض في التصرفات. إن الذكاء لا يقاس بشكل مباشر. إن العلماء تناولوه من زوايا مختلفة، وبحسب المفاهيم السائدة لديهم قاموا بتعريفه. الآن في عنا أشياء بنعرفها ونقول عنها القدرة العامة والقدرات الخاصة. القدرة العامة، وعلى فكرة وهو تعريف، القدرة العامة هي الذكاء وهو القدرة الكامنة يعني المختفية وراء جميع أساليب النشاط. القدرات الخاصة وهي القدرات الكامنة وراء أساليب معينة من النشاط. هناك وراء جميع هذا وراء أساليب معينة من النشاط. إن ارتفاع درجة القدرة العامة يصاحبه القدرة على القيام بقدرات عقلية خاصة متعددة كما هو عند الموهوبين، وكذلك انخفاض القدرة العامة يصاحبه انخفاض أو تعطل القدرات الخاصة كما يظهر لدى ضعاف العقول. وتختلف القدرات الخاصة في تشعبها بالعامل العام. الاستعداد الخاص والقدرة الخاصة. الاستعداد إيش تعريفه؟ هو إمكانية نمط معين من أنماط السلوك عند الفرد، ويقال أن الاستعداد يسبق على القدرة وهو عامل فردي ومستقل. القدرة هي تنفيذ هذا الاستعداد في مجال النشاط الخارجي، وهذا نوع من الذكاء تنشأ عن تفاعل الاستعداد مع النضج والبيئة، مع النضج والبيئة. والنضج هنا هو اكتمال النمو. غالبا ما تكون القدرة مركبة من عدة استعدادات. طيب الآن هنشوف ما هي مراحل نمو الذكاء.
بمعنى أن الذكاء لا ينمو مرة واحدة فقط، بل يمر بسلسلة من التغيرات لتكون مراحل متعاقبة، وهي: واحد، المستوى الحسي الحركي، يعني اللي هو عن طريق الحواس، ويبدأ منذ الميلاد وحتى السنة الأولى، وهو مرتبط بالحاجات العضوية الضرورية، هذا مهم كمان. 2، المستوى الرمزي، ويبدأ من السنة الأولى حتى السنة الثالثة، ويتضح من خلال تعبيرات الطفل: بكاء ولعب وصراع. 2، عفوا، الأولين، 1 اللي هو التفرع عنه. 2، مستوى الذكاء المحسوس، ويبدأ منذ السنة الثالثة، ذكاء محسوس، ويبدأ منذ السنة الثالثة حتى السنة السادسة، ويتصف باللعب الاجتماعي اللي هو نطق كلام بدون معرفة أو إدراك للمعنى، وكذلك التعاون والمشاركة والتنافس. 3، مستوى الذكاء المجرد، ويبدأ منذ السنة السادسة، يعني من بداية اللي هي المرحلة الابتدائية، حتى السنة 11، وهي الانتقال من المحسوس للمعلوم. 4، مستوى الذكاء المفهوم، ويبدأ منذ السنة 11 حتى ثبات نسبة الذكاء، حتى تبدأ العضلات بالترابط والتفكير المستقل، بمعنى أو التفكير بالمستقبل، يدرك مفهوم الحياة. يعني هذا اللي هو في يعني في السنة يعني بيكون هذا بنسميها الطفولة المتأخرة، اللي هي يدرك مفهوم الحياة. مراحل نمو الذكاء عند الفقهاء، يعني الفقهاء اللي هم العلماء: 1، مرحلة ما قبل التمييز، مرحلة ما قبل التمييز، وهي منذ الميلاد وحتى 7 سنوات، ويكون فيها الإنسان غير قادر على الفهم والتمييز، يعني لغاية 7 سنوات. مرحلة التمييز منذ 7 سنوات وحتى البلوغ، يبدأ بالتمييز ولكنه غير تام. مرحلة البلوغ، عندما يكتمل التمييز استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ. كيف احنا بنقيس الذكاء؟ يمكن ستاندرد بينيه، هو عمل مقياس الذكاء، واول من قام بمقياس الذكاء هو بينيه ومساعده سيمون، وقد توصل بينيه الى فكرة العمر العقلي، قال يعني اشي فيه اسمه عمر العقلي، والعمر العقلي هو قدرة الطفل على الاجابة عن اسئلة يجيب عنها متوسط الذكاء في سن معينة. مثلا طفل عمره 7 سنوات اللي هو عمر الزمني، يستطيع الإجابة عن أسئلة الطفل في سن 8 سنوات، فعمره العقلي هو 8 سنوات. ولم يكن العمر العقلي كافيا لقياس الذكاء، لأن الأطفال الذين كان متأخرا عام واحد في سن 5 سنوات مثلا، كان يتأخر عامين عند العاشرة، لذلك كان لابد من جعل الفرق النسبي ثابتا. لذلك يقال أن العمر قياس الذكاء يكون اللي هو عمر العقلي على العمر الزمني ضرب 100، وهيك بنطلع نسبة الذكاء. ثبوت نسبة الذكاء، تكون نسبة الذكاء ثابتة عند الفرد طيلة حياته، ويستثني من هذه القاعدة ضعاف العقول. ففي بداية يعني هل الذكاء ثابت، ولكن ضعاف العقول، ففي بداية حياتهم لا يكون الفرق بين العمر العقلي والزمني كبيرا، إلا أنه مع تقدم عمرهم الزمني يصبح الفرق أكثر وضوحا وتنخفض درجة نسبة الذكاء. طيب، أنواع الاختبارات الذكاء، خلينا نختار هذا المهم. أنواع اختبارات الذكاء، هناك عدة أنواع لاختبارات الذكاء: 1، اختبارات لفظية، وهي مكونة من اللغة والألفاظ، اللغة المكتوبة والمنطوقة. اختبارات غير لفظية، وهي لا تستخدم اللغة في غير التفاهم المألوف من أجل شرح طريقة الاختبار. أنواعها من حيث طريقة إجراء الاختبار، يعني الاختبارات الفردية، وهي التي يمكن إجراؤها على أكثر من فرد واحد في نفس الوقت، اختبارات فردية. الاختبارات الجمعية، وهي التي يمكن إجراؤها على مجموعة من الأفراد في نفس الوقت من قبل فاحص أو عدة فحصين. يعني لو جبنا
عرف أو أكمل عبارة. اختبارات جميع بنعرفها، اختبارات فردية بنعرفها، اختبارات غير لفظية، اختبارات لفظية، وهكذا. خلينا الآن نتكلم نختار عن دور الوراثة والبيئة في الذكاء. بنقول إنه الوراثة لها دور وهي السقف الأعلى للقدرات، وتلعب البيئة الدور الفاعل في استغلال طاقات الفرد أو إهمالها. وهناك بعض العوامل البيئية المؤثرة في الذكاء. يعني شو اللي بيأثر في الذكاء؟ الكيماويات، يعني بمعنى نقص الأكسجين عند الولادة يؤثر سلبا على قدرات العقلية ويؤدي غالبا للتخلف العقلي. يعني شرب المنبهات الشاي والقهوة بجرعات معتدلة يؤدي لتنشيط العمليات العقلية، حيث أن الكميات المعتدلة من الكافيين يؤثر إيجابا على المخ. تعاطي الكحول له أضرار جسيمة على العمليات العقلية. يعني هذه الكيماويات اللي بنسميها هذه بتأثر على الذكاء. الغذاء والمرض، فسوء التغذية تؤدي لضعف الدماغ ضعفا لا يمكن تعويضه في المراحل العمرية التالية، لأنه يكون في مرحلة التكوين. إن سوء التغذية في السنوات الأولى، اللي هي المرحلة العمرية للسنوات الأولى، له دور خطير في ظهور الأمراض العقلية. يعني مهم جدا إنه نقوم بعمليات التغذية في المراحل الأولى. كذلك 10% من حالات التخلف العقلي ناشئة عن إصابات الولادة. يعني لو جت العبارة صح وغلط، إن درجات معظم المصابين بأمراض جسمية تكون أقل من غيرهم في اختبارات الذكاء. المستوى الاقتصادي والاجتماعي، هناك ارتباط إيجابي دال بين الذكاء والمستوى الاقتصادي والاجتماعي ومستوى تعليم الأبوين ومهنهم. يعني مهم، يعني المهنة، مهنة الأب تؤثر على الأبناء، يعني المستوى الاقتصادي والاجتماعي. كذلك الحرمان، إن الحرمان من المثيرات الحسية يؤدي لانخفاض مستوى الذكاء، خاصة إذا كان في مرحلة ما قبل المدرسة. بمعنى أن الأطفال في الأصل لديهم استعدادات عالية، وذلك نظرا لحاجتهم الماسة لتلك المثيرات التي تساعدهم على التعلم. الحرمان من الحواس له أثر سلبي بدرجة بسيطة جدا على الذكاء. الحرمان من الحواس له أثر سلبي بدرجة بسيطة جدا على الذكاء. أما الحرمان العاطفي وأساليب التنشئة الأسرية الصارمة يعني الشديدة يؤدي إلى تراجع مستوى الذكاء لدى الطفل بشكل واضح، والعكس صحيح. يعني التشدد في المعاملة، التشدد في التدريس، التشدد في هذا بيؤدي إلى نتيجة عكسية. كذلك التعليم، تؤكد بعض الدراسات وتشير إلى الأثر الإيجابي للتعليم النظامي على مستوى الذكاء، وبعضها الآخر يشير إلى أن التعليم النظامي كان محايدا في التأثير على مستوى الذكاء، وهذا يرجع إلى اختلاف أساليب ومقومات التعليم بين المدارس المختلفة. فإمكانيات المدرسة وأساليب التعليم فيها هي العامل المؤثر في الذكاء. آخر حاجة اللي هي الأقران ودورهم في عملية الذكاء. الأقران يعني الأصدقاء. ترتفع نسبة الذكاء عند الطفل أو تنخفض ليصبح في مستوى ذكاء أقرانه والمجموعات التي ينتمي لها، ولكن يجب التأكيد على أن هذا العامل ليس حاسبا، يعني مش حاسب كثير أو ليس مهم، ولكن الأقران لهم دور إيجابي في أو في في اللي هو التأثير على ذكاء الطفل. هيك إحنا بنكون يعني وصلنا إلى هذه أو إلى نهاية هذه المحاضرة. أشكركم وإلى لقاء في محاضرة أخرى.